إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بير بالمعطور مشروع الحياة صدقة جارية عن المرحوم الحاج عبد أشقر أبو غالب والمرحومة الحاجة حسنية عبد أشقر أم غالب جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير. ما شاء الله تقبل الله.